تعالوا يا اولاد كده ما اقول لكم ازاي تعملوا جمله مبني للمجهول، اي جمله في اي زمن بابسط طريقه، المبني للمجهول بابسط طريقه. بس الاول قبل ما نتكلم في الموضوع ده، فتعالى نعرف اساسيات صغيره جدا، لانك لو عرفتها تمام فخلاص الموضوع عندك منتهي. اول حاجه تعالى نتكلم على verb to be. verb to be وهو الاساس الاصل او الانفينيتيف او المصدر be. التصريف الاول منه طبعا am و is و are، ده التصريف الاول من verb to be. التصريف الثاني من verb to be هو was او were. والتصريف الثالث من verb to be اسمه been. ايه ده يا مستر، هو انت مش هتتكلم على الباسيف على المبني المجهول؟ انت دخلت في verb to be ليه دلوقتي؟ امشي معايا خطوه خطوه وانت هتعرف. verb to be التصريف الاول am is و are، التصريف الثاني was were، التصريف الثالث been، والمصدر been. خلاص، ده الفعل اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. verb to be لما اقول لك المصدر اقصد be، لما اقول لك التصريف الاول من الفعل يبقى انا اقصد am or is or، لما اقول لك التصريف الثاني من الفعل يبقى انا اقصد was were، لما اقول لك have والتصريف الثالث اقصد have وبين، has والتصريف الثالث اقصد has وبين، لما اقول لك had والتصريف الثالث had وبين. دي اول حاجه انا عاوزك تعرفها معايا. verb to be اتفقنا، المصدر be، التصريف الاول am or is or، التصريف الثاني was where، التصريف الثالث بين، ومع السلامة دلوقتي هحتاجك بعدين. طيب تعالى دلوقتي نتكلم على الأزمنة المختلفة، أهم كم زمن، مش هنتكلم على كل الأزمنة. المضارع البسيط بيتكون من إيه؟ المضارع البسيط بيتكون اللي هو present simple بيتكون من التصريف الأول للفعل. مين الفعل اللي أنا هشتغل عليه؟ verb to be. التصريف الأول منه قلنا am أو is أو are. ايه ده يا مستر، هو انت كده عاوز تحط verb to be في الازمنه المختلفه؟ بالظبط، انا حطيت verb to be في المضارع البسيط فبقى شكله am او is او are. طيب المضارع المستمر اللي هو بيتكون من am و is و are زائد المصدر مضاف له ing اللي هو am playing و is reading. بس انا عاوز verb to be، انا مش عاوز play ولا read. verb to be في المضارع المستمر هيكون am و is و are والمصدر اللي هو be و ing. am being و is being و are being. وناخد خط كده نفصل يا ولاد بين الأزمنة بتاعتنا. يبقى انا كده بعمل ايه؟ انا بجيب verb to be في الأزمنة المختلفة. verb to be في المضارع البسيط شكله am و is و are. verb to be في المضارع المستمر am being is being or being. طيب هو الماضي البسيط كان ايه؟ الماضي البسيط هو التصريف الثاني للفعل. طيب تعالى يا verb to be، التصريف الثاني منك ايه؟ was where. يبقى verb to be في الماضي البسيط هيكون was where. طيب المضارع التام، المضارع التام بيتكون من ايه؟ من have و has والتصريف الثالث. يبقى verb to be في المضارع التام هيكون have او has والتصريف الثالث اللي كنا قلناه been. have been و has been. طيب المستقبل البسيط، المستقبل البسيط ده بيتكون من will وفعل في المصدر، تمام؟ will go will do will see. بس انا بالنسبة للverb to be هيبقى will be، وهكذا بقى الماضي التام هيبقى had been وهكذا. المهم طالما انا عرفت دي خلصت، هعمل اي مبني المجهول؟ طالما انا عرفت verb to be في الازمنه المختلفه بيكون شكله ايه، خلصت. خلصت ازاي؟ لان خطوات انك تعمل باسيف او مبني المجهول بسيطه وسهله جدا. هما ثلاث حاجات. اول حاجه ابدا بالمفعول، ما ينفعش تبدا بالفاعل، ما ينفعش تقول احمد قرا. ما هو ماشي، هو احمد قرا على عيني وعلى راسي، بس هو مبني المجهول ازاي؟ ما انا قلت احمد، ما انا بدات بالفاعل. وما ينفعش اقول احمد قرئ، لا انا هبدا بالمفعول اللي هو الدرس قرئ. يبقى اول خطوه ان انا ببدا بالاوبجكت بالمفعول. بعد المفعول اهم خطوه عندي verb to be في الزمن اللي انا بتكلم عنه. انا بتكلم مضارع بسيط هجيب verb to be في المضارع البسيط. الزمن بتاعي ماضي تام هجيب verb to be في الماضي تام. الزمن بتاعي ماضي بسيط هجيب verb to be في الماضي البسيط. يبقى بعد المفعول الخطوة المهمة والخطيرة بقى اللي بتوقع الكل وبيجي منها الغلط، اللي هو verb to be في نفس زمن الجملة. verb to be في نفس زمن الجملة. الخطوة الثالثة خطوة
اساسيه ومهمه وثابته، بتجيب الباس بارتيسيبل التصريف الثالث من الفعل الموجود. طب انا مش فاهم ولا كلمه يا مستر، تعالى نعمل مثال وهتفهم منه بكل بساطه ان شاء الله. المثال اللي احنا بنقوله مثلا ان علي، خلي بالك ده مش باسيف، ده مش مبني المجهول، لان انا بدات بالفاعل. اوكي، علي plays chess، علي بيلعب شطرنج، وليكن مثلا every Friday، كل جمعة. هل الجملة دي passive مبني للمجهول؟ لا، الجملة دي active، الجملة دي مبني للمعلوم، انت بادئ بالفعل. طيب انا عاوز اخليها passive، عاوز اخليها مبني للمجهول، ايه اول خطوة بنعملها؟ بنبدأ بالمفعول اللي هو chess، الشطرنج. يبقى انا بدأت بتشيس. تاني خطوة واهم خطوة واخطر خطوة، انك بتجيب verb to be في نفس زمن الجملة. يعني ايه؟ لحظة، هو الجملة هنا زمنها ايه؟ زمنها مضارع بسيط. المضارع البسيط هو التصريف الاول، بضيف له s مع اصحاب الاس، فالزمن هنا مضارع بسيط. يبقى انا هروح اخبط على verb to be في المضارع البسيط اللي هو am و is و are، واشوف المفعول بتاعي ياخد مين فيهم. المفعول بتاعي اللي هو chess اللي هو المفرد هياخد is. خلصت اهم خطوة واخطر خطوة. الخطوة التالتة، هات التصريف التالت من الفعل بتاعك. الفعل اللي عندك ايه؟ play. التصريف التالت منه played، يبقى انت برضو لازم تكون حافظ التصريف التالت ومعاك حصيلة كويسة محترمة من التصريف التالت. كده انا عملت المبني للمجهول بالظبط، انت خلاص خلصت. chess is played. عاوز بقى تكمل وتقول every Friday، تمام. عاوز تقول باي علي، ما فيهاش مشكلة، عادي انك تقول باي والفعل. طيب هو ليه ببدأ بالمفعول اصلا وبعمل مبني المجهول؟ لا، هو في المبني المجهول انت بتركز اكتر ان الحاجة اتعملت، مش مهم مين اللي عملها، المهم ان هي اتعملت. الحاجة اهم من اللي عملها نفسه. الشطرنج يلعب، لكن في المبني المعلوم انا عاوز اعرف الناس مين اللي لعب. علي plays chess every Friday. موضوع المبني للمجهول سهل جدا، ولكن هي اهم خطوة الخطوة دي. طيب ناخد كمان مثال اخير ونخلص الفيديو، عاوزين الفيديو يكون خفيف كده مش تقيل علشان الناس اللي بتزهق. طيب تعال نقول كمان مثال. المثال اللي جاي مثلا بيقول ان the ancient Egyptians، قدماء المصريين، built، بنوا the pyramids، الاهرامات. طيب كلام جميل. هل الجملة دي passive مبني للمجهول؟ لا، علشان نخليها مبني للمجهول، فاكرين اول خطوة كنا بنبدأ بالمفعول، فهقول the pyramids، الاهرامات. فاكرين تاني خطوة ان انا اجيب verb to be في نفس الزمن، الزمن بتاعي ايه الاول؟ past simple، ماضي بسيط، بقول built، بنوا. طيب هروح اخبط على verb to be في الماضي البسيط، شكله was where، اجيب مين فيهم؟ مين فيهم اللي يليق بالمفعول بتاعي؟ المفعول the pyramids، الاهرامات، جمع. يبقى where هي اللي هتنفع، where. الخطوة التالتة، كنا بنجيب التصريف التالت من الفعل اللي موجود معانا. الفعل اللي معانا built، التصريف التالت منه built، the pyramids were built. عاوز بقى تكمل فبتكمل عادي خالص، تقول مثلا the pyramids were built مثلا thousands of years ago، منذ آلاف السنين، by ancient Egyptians، بواسطة قدماء المصريين، وبتكمل عادي خالص. دي فكرة الباسيف المبني للمجهول في الأزمنة المختلفة. تلات حاجات ثابتة معاك، ابدأ بالمفعول، شوف الزمن بتاعك ايه، وهات verb to be في الزمن بتاعك. لقيت الزمن بتاعك مستقبل بسيط، هات verb to be في المستقبل البسيط will be. لقيت الزمن بتاعك مضارع تام، هات verb to be في المضارع التام. لقيت الزمن بتاعك ماضي تام، هات verb to be في الماضي التام. وبعد كده هات التصريف الثالث من الفعل اللي موجود، شوف الفعل الموجود ايه وهات منه التصريف الثالث. يبقى برضو لازم تكون حافظ الباست بارتيسيبل، التصريف الثالث. ده كان فيديو خفيف علشان تعمل اي جمله باسيف مبني للمجهول بكل بساطه. Thank you for watching. سلام.